الفورمولا بتاعتنا هي الدولار، لانه في الاول ريال السعودي او الدرهم الاماراتي او في اي بلد هو قاعد فيها، عشان انا اقدر قصه تقسيط طويل وعشان ما اخسر. بعدين قام فجاه طلع قرار بانه اي زول يبيع بالدولار يشتري بالدولار حيحصل شنو؟ يعني يواجه عقوبه ترقى الى الاعدام. بعدين لحد حس كده قلنا معليش ما فهي قاموا اعدموا ناس فعلا كويس. فأنا من أعدم الناس فعلا ممتى أنا ستوب وقفت وخسرتها خسائر بالغة، لأنه كان عندي مشاريع حولتها بالسوداني العقودات بتاعتها، ولما حولتها بالسوداني خسرتها فخسرتها في موضوع التمليك ده. في النهاية في الأول صح قلت إنه أرباح كويسة، لكن في النهاية آخر مشروعين خسروا خسائر فادحة. وبعد ذاك بقيت عليه النكتة حقت قال واحد حمال في السوق سوق الخدار. بعدين الحمال ده يعني يشيل شوال يوديه ليك، يشيل شوال يجيبه لداك. فمره واحد اداه شوال، والشوال ده اذا به فيه مخدرات، فقاموا قبضوا ناس ثبت ناس الشرطه قبضوه، فتحوا الشوال لقوا فيه مخدرات. الزول اداه شوال زاق، فهو مش قاعد في السجن، دخلوا السجن. الحمال ده دخل السجن قاعد اظن 6 شهور سجن، لا ما قدروا يثبتوا اهله وباعوا حاجاتهم وبيوتهم عشان يجيبوا محامي ويثبتوا انه هو شغلته اصلا حمال وانه ما عنده علاقه بالشوال ده. فبعد ما يعني قام رجع السوق ثاني، بعد ما طلع من السجن رجع السوق ثاني. فاذا جاء واحد شايل لي سواق يقول عنكوليب بس عنكوليب بس ما بيشيل ثاني حاجه ما بيشيل ثاني. انت بعدها طلبت ثاني قلت بالتقسيط نص بيشتغل بس عنكوليب ما في تقسيط يبقى كاش بس كاش بس. طيب هذا وداك النحله.